وسهلا بيكم. احنا دلوقتي في معمل في جهاز مايكروسكوب كما هو واضح. المايكروسكوب ده واحد من اكتر انواع المايكروسكوبس المتطوره في العالم، وده ليه حدوته وليه حكايه. خلونا الاول نرحب بالمهندس محمد ابراهيم، مدير وحده اداره الاجهزه العلميه بمدينه زويل. ازيك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. ايه ده؟ ده تي ام ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، دي اليونت اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. هو الجهاز طبعا مقسم لجزئين، ده الجزء اللي هو التيم، والجزء الثاني اللي في الترابيزه قدامنا ده الليزر اوبتيكال تيبل اللي بيمشي فيه الليزر بيم عشان ندخله على الجهاز عشان يتغير الكونفيجريشن بتاعه يبقى اسمه 4 دي مايكروسكوب. الجهاز ده فيه منه 3 في العالم، في مصر واحد، دي النسخه الثالثه في مصر، في نسخه في جامعه كالتك في امريكا، وفي نسخه في اليابان، في العالم كله ده بس مفيش منه غير 3 في الدنيا بالظبط. وده اتصمم او اتعمل عليه تعديل مخصوص طبقا لمتطلبات دكتور زويل بنفسه بالظبط، الله يرحمه. كان ايه التعديل اللي اتعمل؟ يعني اللي موجود في العادي كان كذا، والتعديل كان ايه او اصبح ايه؟ ببساطه شديده يعني من غير ما نخش في تفاصيل ساينتفك هتاخد أيوه. مننا وقت طويل، حاجه بسيطه كده على قدنا يعني. هو في الترانسميشن بيبقى بينزل الكترون بيم من الجان ماشي في الكولوم عشان تعدي على السامبل علشان تعمل الصوره، تظهر الصوره ببساطه يعني شديده على السوفت وير. ده بيبقى فيه شعاع الكترونات بيعدي بقوه شديده جدا يوصل بالزبط. للعينه بالظبط بالظبط، بقوه كبيره ممكن توصل لحد 200 كيلو فولت يعني. يعني بتبقى حسب برضو ايه الريزولوشن او الفوكس اللي انا محتاجه او الريسيرشر محتاجه عشان يشوف الصوره، حسب نوع العينه كمان. حلو. التعديل بقى بتاع دكتور زويل او اللي طلبه دكتور زويل ان احنا عشان يبقى 4 دي بندخل الليزر بيم على الالكترون جان بالمنظر ده زي اللي في الصوره. فيبقى الخط الاحمر الافقي ده هو ده الليزر، الخط اللي جاي بشكل راسي هو ده الخط الالكترون الجامد جدا بالزبط. وبيلتقوا في النقطه دي عند المرايه بالظبط، عند هما الاثنين بيلتقوا على السامبل. على السامبل المرايه دي بتبقى المرايه دي عشان عشان تعمل عشان تعمل ريفليكشن للليزر. الكاليبريشن ده بيبقى صعب جدا ومعقد جدا وحسابات مش سهله يعني. يعني ليه حسابات مسافه وتوقيت وحاجات كتير جدا بالظبط، ويف لينس للليزر بيم وشغلانه كبيره جدا عشان ويعمل سنكرونايزيشن عشان يخش مع حلو ينزل بقى على العينه فاقدر اشوفها فيديو بالظبط 4 دي بقى 4 دي رباعيه الابعاد بالظبط. فده يعني ده التعديل اللي طلب او معمول في الجهاز مخصوص للدكتور زويل من الشركه المصنعه للجهاز. طيب الميكروسكوبس اللي كانت بتتعمل قبل كده لما انا فهمت واحنا بندردش انها كانت بتجيب دقه بحجم حوالي 300 نانو. ده الميكروسكوب العادي ممكن يعني باللينسز بقى وبالشغل اللي هو الكبير الريسيرشر او الباحث او اللي بيشوف العينه يقدر يشوف فيتشرز لحد 300 نانو، ده بالكتير قوي. ده بقى ممكن يوصل لحد 0.01 نانومتر. 0.01 يعني مش 1 نانومتر، لا 0.01. يعني ممكن اوصل لريزولوشن فظيع يعني ممكن اشوف ليس 1 نانو كمان. ليس 1 نانو لا ولا 0.1 نانو، 0.01 بالظبط. فحاجه يعني حاجه فظيعه. بشوف جوه السيل كمان يعني مش بس السيل من بره، جوه الخليه، من جوه السيل فاقدر ادخل جوه الخلايا حتى بتاعه الكائنات الدقيقه بالظبط بالظبط. فده يخليني ده يساعدني بقى في تطوير العلاج وتطوير الصناعه حسب بقى الابلكيشن اللي انا هوجهه او حسب الريسيرش اللي شغال في البحث العلمي اللي شغال في الموضوع. انا عايز اقول لك الاول باشمهندس جدا 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 عايز اقول لكم بس الاوضه اللي احنا فيها دي بالويم كده بحسابات الفلوس المدفوعه لتجهيز الاوضه دي، لو انت النهارده هتجهز مش اوضه بقى معمل بهذا الشكل بنفس الجهاز اذا جبته اصلا، لانه يعني لسه باشمهندس بيقول ان هو 3 في العالم منهم واحد عندنا، فانت بتتكلم هنا في اوضه يتعدى تكلفتها مئات الملايين. الاهم من ده هو المنتوج العلمي والفكري الخارج من هذا المعمل اللي يساوي مليارات. انت عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني في امراض كتير ممكن تتعالج، عقول جديد هتبقى نابهة وتنبغ وتصبح اكثر نباهة وتقدم للانسانية خدمات لا تقدر باموال.